واحد بيقول قداستك بتقول ان لاجل الغفران فلا بد من الاعتراف توبه نقيه، فبماذا تفسر الايه التي تقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفرها لنا؟ فلاحظ انه لم تاتي كلمه توبه في هذه الايه. نصيحتي لمن ارسل هذا السؤال، غالبا هو فتاة لان اسلوبه وخطه وكلامه يدل على كده. نصيحتي لك احترسي من خطورة استخدام الآية الواحدة، احترسي من خطورة استخدام الآية الواحدة. في آيات تشدد على الإيمان لكن مش معناها الإيمان بس، في آيات تشدد على الاعتراف لكن مش معناها الاعتراف بس، في آيات تشدد على التوبة لكن مش معناها التوبة بس. فأنت إذا أردت أن تأخذي تعليما سليما من الكتاب، شوفي كل الآيات التي تتعلق بالموضوع وكوني منها مفهوما شاملا وليس مجرد آية. أما الرسول بيقول أن اعترافنا بخطايانا مش معناها إنما ما بيديش قيمة للتوبة، لأن المسيح نفسه قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. خذ الكتاب المقدس كله بتعليم شامل، لكن ما أخطر استخدام الآية الواحدة. ما هو البروتستانت بيقولوا في أعمال 16:31 لما بولس الرسول كان بيكلم سجان فيليبي بيقول له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، ما جابش سيرة معمودية وما جابش سيرة أعمال صالح، لكن مش معنى كده أن ما فيش معمودية وما فيش أعمال صالح. بس أمام راجل أممي ما يعرفش حاجة قال له في الأول تآمن، لما أنت تآمن تخلص. وبعدين أول ما آمن قعد يحدثه عن قواعد الإيمان وانتهى به الأمر إن عمدوا وكل الذين له في بيته، برضو في أعمال 16 في نفس الإصحاح. فما تاخديش آية واحدة وتعتمد عليه، زي برضو ما هو بيقول كما يقول الرسول إن اعترفت بفمك وآمنت بقلبك خلصت. بس كده اعترفت بفمك وآمنت بقلبك، مفيش أسرار كنسية، مفيش أعمال صالحة، مفيش توبة. ما ناخدش آية واحدة أبدا لكي نأخذ منها تعليما. لكن كويس انك بتسأل السؤال.